قبل كل شيء اخواني اخواتي، يرجى دعم هذا الفيديو بلايك حتى ينتشر اكثر واكثر. وهذا الفيديو مرتبط بفيديو سابق يخص طه الدليمي عندما قال انا اكفر والعياذ بالله بالحسين المظلوم. اخواني تذكرون طه الدليمي لما تجاوز على الشيخ السني الاعمى؟ اذا انتم تذكرتوه فخير على خير. والإخوة والأخوات اللي ما يعرفون شنو الموضوع، إن شاء الله راح نترككم مع كلام لفيديو سابق، وبعدها نرجع لكلام من هذا الشيخ الأعمى الذي وصفه طه الدليمي، وإن شاء الله باقي تفاصيل المهمة راح نعرفها بعد ما راح نستمع لهذا المقطع من فيديو سابق. نستمع ونعقب فخليكم الفيديو. الجمعة الماضية قبل 4 أيام خرج خطيب تكريت، خطبة الجمعة اللي في المعتصمين في تكريت، وكان رجلا أعمى معمما أعمى، كان خطابه ذليلا بائسا يدل على قلب رعديد، يدل على لسان طويل وقلب مرتعب مرتجف متملق. يعني أنا أعرف أنك أعمى، أعمى الله بصرك، أعمى الله بصيرتك أيضا. يعني إحنا محتاجين تخطبنا على مقتل الحسين، حولت القضية إلى مقتل الحسين. يعني خطبت عن مقتل الحسين وما خطبت عن مقتل عثمان وما خطبت عن مقتل عمر وما خطبت عن مقتل عائشة ومقتل حفصة، ما خطبت عن الحرائر اللواتي اغتصبنا على يد من يرفع شعار الحسين. يعني احنا محتاجون، اهل السنة محتاجين اليوم انت تتكلم عن مقتل الحسين؟ ما هذا التملق؟ ما هذا النفاق؟ أيها الشيخ المعمم، انزع عمامتك واخجل من زوجتك واجلس في المطبخ، إن مكانك المطبخ، إن مكانك المطبخ، إن مكانك المطبخ. أنت لا تستحق أن تكون في آخر صف من المصلين. أيها البائسون، أيها المرتجفون، أيها الخائفون، أعمى الله بصرك وأعمى الله بصيرتك. لسانك طويل، تحسن الكلام، هل القضية كلام؟ هل الدين كلام؟ جئت تستعرض عوراتك وتنفش ريشك، ريش العمالة وريش الخوف وريش الخبر وريش الخدر. اخرجوا، اخلوا هذه العمالة. يا زوجة هذا الخطيب الرعبيد، لا تطبخي له غداء أو طعاما، ولا تعملي له شايا، ولا تغسلي له ثوبا، بل ضعي في رقبته شيلتك وفوطتك العزيزة، شيلت نسائنا وفوطتهن وربطتهن العزيزة وخمارهن الجميل، ضعي له ليسود الله وجهه في الدنيا قبل الآخرة. لست امرأة إن صنعت له طعاما، والله والله هؤلاء مكانهم في المطابخ وإن كانوا عميانا. استحوا على أنفسكم، اخجلوا، تراجعوا، تنفش ريشك حتى يعني حتى يرضى عليك المجرمون. ايش جابك لهذا المكان؟ ايش تسوي جاي؟ تحكي لي على زينب وقالة زينب لأخيها الحسين؟ أنت بتستحي؟ أنت شنو تصير زينب؟ قالت زينب وحكت زينب؟ إموال عليك؟ أنت بتستحي؟ هذا العلم اللي الله تعالى، أنتم من انتم؟ ما ادري ايش تحكي لنا البقتل وهذا الهذر والمذر، تحكي لي قالت زينب وحكى العباس وقال وضيع، ما ادري ايش تحكي لنا البقتل وهذا الهذر والمذر. عيب عليكم، استحوا استحوا. لو طالع لي واحد على منصه الرمادي يحكي لي ايضا بالبقتل وهذه كثوره الحسين وثوره عيب عليكم، استحوا. ثورة الحسين، ثورة الشيعة الآن أصبحت، الحسين صار رمز شيعي. أعترف بالحسين المظلوم وليس رمزا لي، أنا أكفر بالحسين المظلوم، أنا أكفر بالحسين المظلوم. أما الآن فنستمع لرد الشيخ السني الأعمى نفسه، وأشكر الأخوة اللي زودوني برابط الفيديو. راح نستمع لرد هذا الشيخ على طه الدليمي الذي وصفه بالأعمى. طه الدليمي وصف هذا الشيخ بالأعمى، لماذا وصفه بالأعمى؟ وصفه يجب عليك أن تعمل معه في المطبخ، ووصفه بأوصاف شنيعة جدا، فقط وفقط لأنه تكلم عن الإمام الحسين، فقط وفقط لأنه ذكر سيدة زينب عليه السلام. فيرد هذا الشيخ السني ويقول: من أنت يا طه الدليمي حتى
تفصلنا عن الإمام الحسين. من أنت يا طه الدليمي الهارب إلى مصر حتى تفصلنا عن العترة الطاهرة؟ كلمات مهمة جدا 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 من الشيخ السني. هذا الفيديو اللي عرضته ببداية الكلام هو لمن لا يعرف القصة والقضية. أما الآن راح نستمع لكلام الشيخ السني ونرجع بتعقيب عام شامل. فخليكم وعلى مواقفه المشينة وعلى تدخله بشرع الله تعالى بغير حق. هذا الرجل يظهر على بعض القنوات الفضائية، وقد بلغني قبل قرابة 5 أشهر إنه قد سخر هذه الفضائية للحديث على العبد الفقير وانتقاد الخطبة التي ذكرنا بها الحسين ابن فاطمة ابنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنني لانشغالي بحالة الاعتصامات والتظاهرات ولدلة متابعتي لجهاز التلفاز والانترنت لم أهبه بهذا الأمر. لكن أحد الأخوة البارحة أصر وقال لي يا شيخ ادخل إلى الانترنت واكتب هذه العبارة في البحث. قلت له ماذا اكتب؟ قال اكتب هو هكذا المقطع معنون هكذا بالانترنت، الله سخر له من يرد عليه. قال اكتب اللعين طه الدليمي وانظر ماذا يقول. فعندما دخلت وجدته ماذا يقول؟ اولا المنافقين اليوم قال لي يا شيخ دول اعمى ما يشوف، فلذلك يسمع سماع الكلام ويلقي، ولك اشوفك واشوف كل جبان وكل هارب مثلك. انت من المخذله من الذين هربوا من هذا البلد عندما احتل العراق وسفكت الدماء وانتهكت الاعراض، انت من الذين فروا من الزحف. نحن في ساحات الوغى في ساحات الجهاد ثابتون مرابطون صابرون واقفون ضد الظلم وضد اهله، وانت قاعد لي بمصر وخاتل مدري يما الاهرامات مال فرعون مدري وين خاتل مدري خاشم هاي نقره هاي زغوره وتصرح وتحكي. هذا لم يغيظني الكلام الذي علي، ما اغاظني انه يقول بكلام صريح وواضح يقول انا لا اؤمن بالحسين ولا اؤمن بمظلومية الحسين. الله اكبر الله اكبر. يقول انا لا اؤمن ويستهزئ بالحسين ويستهزئ بزينب اخت الحسين ويستهزئ بالعباس. الله اكبر. ولك طايح الحظ، هذا عم الحبيب محمد وهذا ابن بنت النبي، هذه عقيدتنا الحقيقية، حب محمد وحب أصحاب محمد وحب آل بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حالك من حال العفاق، مثل ما ذاك يتعدى على أصحاب النبي انت هم تتعدى على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في حلقات أخرى يقول من المستحيل أن نتعايش مع الشنة أبدا، من المستحيل أن نتعايش مع الشيعة أبدا، من المستحيل أن نعيش في بلد فيه شيعة وسنة. وين صرنا 1400 سنة عايشين؟ صير مشاكل وانت ذابح. هذا كلام طائفة مليونين من أهل السنة والجماعة يقتلون البصرة والحلة والمثنى. ولك وين ذبحتهم؟ ذبحت أهل السنة بهاي التصريحات؟ استجار بيها الناس من أهل السنة من جنوب العراق وقالوا رد على هذا الرجل، يوميا ينذبح منا عشرات ومئات جراء التصريحات التي يطلقها هذا السبيل. انت طبيب مال الاطفال، اجابك عن فقه شنو؟ اجابك عن تاريخ الاسلام شنو؟ اجابك على عقيدة شنو؟ حتى اسمك بدلته، اسمك غايب حامد، غايب حامد من زين الدليمي. شنو تسمي نفسك طه حامد الدليمي؟ شنو هذا الكلام؟ متبري من اصلك ومتبري من ناسك، شنو هذا الكلام؟ وشنو هذا الفواجه؟ نقول لك اعمل وفق تخصصك، تتفوه على الشيخ عبد الملك السعدي، ما عاد بيك كل علماء الامه، انت رجل طبيب، روح عالج لنا طفل بإسهال،
عالجنه طفل بيده سنتري، عالجنه طفل امه ما موزت عليه حفاظات، شنو جايبك على عقيده؟ شنو جايبك على الفقه الاسلامي؟ الحمد لله توفقت، ويعني بصوره او باخرى الحمد لله اشكر 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 ان هناك تعاون منكم، اكو تعاون من الاخوه من الاخوات برفض قناه خواطر الفكريه باكثر مقاطع ممكنه، بجعل مقاطعها ومحاورها ومحتواها محتوى مترابط. يعني بمجرد انه ذكرت كلام طه الدليمي لشخص سني انا ما عرفته، ما استطيع ولا اتخيل انه اقدر ارجع له واعرفه منه هذا الشخص. فاحد الاخوه زودني برابط الشيخ السني وهو يرد على طه الدليمي ويقول له ان هذه طائفيتك، هذا هو بغضك نصبك للعثراء الطاهرة عليهم السلام. أشكركم أخواني أخواتي لأن أنتم يعني جاي تساعدوني، جاي تنصحوني، جاي تنتقدوني، جاي تصعدوني، يعني أمور مهمة جدا ما أقدر أن أسويها وحدي. لذلك أشكر الأخ اللي زودني بالرابط، أشكر كل شخص يساعد بنشر المقاطع. إذا لاحظتم طه الدليمي كيف يتكلم عن الإمام الحسين عليه السلام، ولاحظنا كيف يتكلم هذا الشيخ السني بخصوص نفس القضية ونفس الشخص المتمثل بالإمام الحسين عليه السلام. إذن هذا هو فيديو اليوم، هذا ملخص اليوم، وانتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا، خدمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.